استقلال المملكة السادس والسبعين في قصر الحسينية يوم الأربعاء، أنعم جلالته بوسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة الأولى على مديرية الخدمات الطبية الملكية، تقديراً للدور الكبير لمنتسبي المديرية في تقديم الرعاية الصحية الفضلة وتفانيهم في أداء الواجب بكل احترافية ومسؤولية ودورهم الإنساني في المستشفيات الميدانية. عن هذا التكريم وأهمية الدعم الملكي ينضم لنا عبر الهاتف عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف أزريقات. باشا صباح الخير وكل عام وأنت بخير ومبارك هذا التكريم. صباح الخير أختي رندا، أهلا وسهلا، صباح الوطن الجميل. باشا يعني خلينا نتحدث عن أهمية هذا التكريم الملكي للخدمات الطبية الملكية وماذا يعني لكم؟ يا سيدتي أول شيء شكرا على الاستضافة، بداية باسمي وباسم مرتبات الخدمات الطبية الملكية ضباط صف وأفراد نهنئ سيدي صاحب الجلالة الهاشمية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بمناسبة عيد الاستقلال 76، كما نهنئ عطوفة رئيسية الأركان المشتركة بهذه المناسبة العطرة، وكل عام الوطن وقائد الوطن والمستمعين بألف خير وصحة وسلامة. وإنت بألف خير. سيدتي تشرفت الخدمات الطبية الملكية بهذا التكريم الملكي، وهو بمثابة حافز لمزيد من الإنجازات والعطاء، ويحمل الكثير من المعاني السامية، وخاصة أنه جاء بمناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعا وهي عيد الاستقلال بعد مرور 76 سنة. نحن كخدمات طبية ملكية كلنا فخر واعتزاز بتسلم هذا الوسام لما له من أثر إيجابي على ازدهار العمل وتطوره، ناهيك عن طبعا الدعم المعنوي لجميع مرتباتنا، ونحن نعتبر هذا يعني إنجاز فظيع جدا والحمد لله، ونشكر جلالة سيدنا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني المعظم على هذا التكريم السامي. يعني باشا احنا دائما فخورين بكل العاملين بالخدمات الطبية الملكية، إنجازات كثيرة على مدار الأعوام، وإحنا بنعرف قديش الخدمات الطبية الملكية كان لها دور كبير في الجائحة، يعني كل هذا التعب الكبير خلال عامين من جائحة كورونا، الدعم الملكي المتواصل للقطاع الطبي خاصة للخدمات الطبية الملكية أثروا على نفوسكم باشا؟ يا ستي أول شيء حظيت الخدمات الطبية الملكية بالرعاية الهاشمية على الدوام، وحظيت برعاية خاصة أثناء جائحة كورونا بصراحة. تمثلت هذه بافتتاح المستشفيات الميدانية المخصصة لرعاية مرضى المصابين بفيروس كورونا في زمن قياسي، يعني خلال شهرين كنا بانين مستشفيات ميدانية والحمد لله. بالإضافة إلى أنه رفضت الخدمات بكل ما يلزم من أجهزة وأدوات فحص وأجهزة العناية بالمرضى مثل أجهزة التنفس اللي كانت ضرورية جدا لهذه المرضى في هذه المرحلة، صح. أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها، وكان لرسائل الشكر والافتخار بالجيش الأبيض التي كان يبثها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني ابن حسين المعظم طيب الله، كان لها طيب الأثر في نفوس العاملين مما كان يدفعهم للعمل في هذه الظروف الصعبة. يعني باشا يوم الأربعاء لم تكرم فقط الخدمات الطبية الملكية ولكن أيضا شخوص بالخدمات الطبية، نتحدث عن التقدم والتطور الملحوظ للخدمات الطبية في مختلف التخصصات. يعني أنا يوم الجمعة ضمن برنامج يسعد صباحك استضفنا أحد الأطباء لدوره في جراحة القلب والشرايين وأيضا ممرضة من الخدمات الطبية الملكية، فيعني التطور الملحوظ باشا ليس فقط في الأردن، نتحدث عن مستوى الوطن العربي والعالم أيضا. مظبوط الحمد لله. يا ستي أول شيء إذا بنتطرق للموضوع راح يأخذ منا حلقة كبيرة، صح، وراح يحتاج لأنه إحنا بس باختصار شديد ما بين يوم التأسيس 1941 لحد يومنا هذا الخدمات الطبية قامت بإنجازات فظيعة جدا وأثرت فيها المنظومة الصحية في المملكة الأردنية، يعني راح أوجز بقدر الإمكان حسب الدوائر لأنه لازم يعرف المواطن أنه كل دائرة قامت بإنجازات كان لها دور في هاي المنظومة. مثلا دائرة الأنف والأذن والحنجرة تم إنشاء وحدة زراعة القوقعة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد مبادرة سمع بلا حدود في مدينة الحسين الطبية، ومن هذاك الوقت إلى هذا الوقت عملوا ما يقارب 1900 عملية زراعة قوقعة، وتم إنشاء 3 وحدات في الأقاليم، الأقاليم يعني المستشفيات الطرفية مثل مستشفى الأمير راشد المعروفة بإيدون، مستشفى الأمير علي بالكرك، ومستشفى الملكة علياء العسكري. كما تعتبر الخدمات الطبية الملكية يا ستي مركز تحويلي لعمليات قاع الجمجمة
الأمامي والأنف والجيوب الأنفية وعمليات رقع الجمجمة والسيطرة على تسرب السائل الدماغي، وهي عمليات نوعية ملزمة للخدمات الطبية الملكية بالمنظار ودون الحاجة إلى فتح الجمجمة. في اختصار جراحة القلب استأنفنا برنامج زراعة القلب اللي كان تقريبا متوقف من سنة 1997، استأنفنا العمل به 2018 وتم إجراء عمليتين ناجحتين منذ إعادة العمل بالبرنامج. لو رحنا على دائرة الأطفال، هناك توسع في إجراء زراعة النخاع لحالات أمراض الدم، تشمل أول مرة حالات فقر الدم المنجلي. يعني هذه إنجازات على مستوى الدائرة شيء رائع جدا. اختصاص الأشعة التداخلية مثلا، يشكل حجم العمل في قسم الأشعة التداخلية أكثر من 90% تصوري من حجم العمل بالمملكة كافة. 80% من عمليات قسطرة أم الدم هي التوسع في الشريان الإبري بالمملكة تجرى بالمدينة الطبية. 80% يتم استعمال أحدث التقنيات في حالات قسطرة شرايين الدماغ لمعالجة النزيف الدماغي. لو أجينا للدائرة المفاصل والتأهيل، ذكرت قبل بلقاء برؤية الأطراف الصناعية الروبوتية، حقيقة ما حدا بيعرف عنها. تم إجراء 27 طرف صناعي روبوتي لأطراف علوية وسفلية بعد أن تقطعت، وهذا من خلال مكرمة ملكية سامية للمصابين العسكريين. هذا إنجاز رائع جدا، ويا ريت تصير في حلقات تظهر فيها هاي المواطن اللي فيها القوة للخدمات الطبية الملكية. دائرة جراحة العظام مشكورين قاموا بتبديل الركبة كاملة بواسطة السيراميك، استخدام تقنية عالية للمفاصل الصناعية لأول مرة في الأردن. وبالإضافة إلى بجائحة كورونا، قام مركز الإيمان طبعا للأبحاث، مركز الأميرة إيمان للأبحاث والعلوم المخبرية، أكثر من 620 ألف فحص PCR للكشف عن كورونا. هاي عبارة عن إنجازات يعني رائعة للخدمات الطبية الملكية، وأنا طبعا لن أوفيها حقها بكم من دائرة، لأنه في دوائر كثيرة وعملت إنجازات كبيرة على مستوى الوطن. صحيح صحيح، يعني باشا دائما إحنا فخورين بكل إنجازات اللي بتقدمها الخدمات الطبية الملكية خلال السنوات الماضية، لكن أكيد دائما نتطلع للمستقبل، وبنحب نسمع منك هل يعني عن الخطط المستقبلية باشا في الخدمات الطبية والاستمرارية في هذا التطور اللي تحدثت عنه. شكرا يا ستي. إن الخدمات الطبية ما زالت تسعى لبناء المزيد من منشآتها الصحية لتغطية كافة أنحاء مناطق المملكة، وبنفس الوقت نعمل توظيف من الأيدي العاملة، وبالتالي زيادة أعداد المستفيدين من خدماتها، لأن هناك كثير مما ينبغي عمله في سبيل التطور والموصول لمستوى الخدمات المقدمة. معالجة أي قصور أو خلل حيثما وجد من خلال مراجعة دقيقة ونظرة شمولية وجملة من المشاريع والبرامج التحسينية التي تطمح مؤسستنا لتنفيذها. من أهم المشاريع المستقبلية اللي براسنا طبعا اللي بدنا نعملها إن شاء الله، مركز وطني عسكري للعلاجات السلمية والليثية في منطقة خلدة، مجموعة من المراكز التخصصية بحرم المدينة، مدينة الحسين الطبية، تشمل مراكز للعيون، مراكز للأمراض الجلدية، وحدة كلى، مستشفى نسائية وتوليد، مراكز جراحة العظام، مركز طب نووي، بالإضافة إلى في غضون الأشهر القادمة إن شاء الله سنقوم بافتتاح مستشفى اللطرون العسكري في منطقة الجويدة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني باشا ألف مبروك، مبارك لكم هذا التكريم، وإحنا مسبقا كمان إحنا بنعرف العاشر من حزيران يصادف عيد الجيش، وأنتم جزء من القوات المسلحة الخدمات الطبية الملكية، فكل عام وأنتم بخير ووطننا بألف خير، ومبارك لكم هذا التكريم، وإن شاء الله دائما يعني تبقى الخدمات الطبية الملكية مفخرة ليس فقط في الأردن ولكن بالوطن العربي والعالم. تحياتنا لك باشا ولكل العاملين الخدمات الطبية الملكية. شكرا لكم. تحياتنا للعاملين بالقناة، والله يعطيك العافية، شكرا لكم. الله يعافيك. كان معنا عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات. راح ناخذ فاصل ون